يسعدني ويشرفني ان انا اكون مع حضراتكم النهارده، وبتقدم بخالص الشكر والتقدير لاستاذي العزيز اللي احنا بنتعلم منه، القدوه بتاعتنا استاذ دكتور مجدي مصطفى، يعني رائد المؤتمرات. وانا لا انسى ان مؤتمر جمعيه الابر ايجيبت كان من اول المؤتمرات اللي احنا طلعناها، فتعلمنا على ايد الدكتور مجدي ربنا يكرمه ازاي تكون المؤتمرات، فبقى هنيه على ذلك. وبالاضافه لكده هو الراجل دايما لا يألو جهدا في ان هو يكون الداعم الاساسي والقوي لكل المؤتمرات اللي موجوده في الصعيد، فدايما زي ما حضراتكم شايفين كده بيشرفنا في اسيوط، وكل درع بيطلع للجمعيه لازم نسلم الدكتور مجدي منه نسخه ايمانا بدوره القوي في نشر العلم في الصعيد، وربنا يقدره دايما على ذلك. طبعا بشكر شركة دانون ببلاك على دعوتها الكريمة ان انا ابقى موجود مع حضراتكم النهاردة، وطبعا بشكرهم تاني وبرفع لهم القبعة دايما، لان هم لا يتدخلوا ابدا في المحتوى العلمي وبيقعدوا يسمعوا المحاضرة لاول مرة زي ما حضراتكم بتسمعوها، فبشكرهم على ذلك. لكن دايما لما تذكر شركة دانون ببلاك لازم نذكر اخونا العزيز الاكبر دكتور نبيل، اللي احنا بنعتبره واحد من اسرة طب الاطفال. مفيش مؤتمر بيحصل، مفيش فعالية بتحصل الا ودايما تلاقي الدكتور نبيل موجود يساند ويدعم دايما، فبنشكر الدكتور نبيل، اسمحوا لي نحييه جميعا على ما يبذله من مجهود معانا في طب الاطفال. شكرا دكتور نبيل. طبعا لازم احيي استاذي العزيز اللي انا لسه مستلم الهدية بتاعته، والدي العزيز وصديقي وكل حاجه، وابويا واخويا وكل حاجه، استاذ الدكتور مصطفى السعيد، وانا مصوره في الصيف وفي الشتاء، حبيتك بالصيف حبيتك بالشتاء يا بنت، اتفضل. فبشكره الدكتور مجدي ان بيتيح لي الفرصه ان انا ابقى موجود معاه واجي معاه في العربيه واروح معاه، يعني بيبقى يوم جميل. النهارده هنتكلم سريعا كده على الاتش ام اوز نيو فيس اوف ان اولد كوين، وانا اعتقد ان حضراتكم خدتوا اغلب المعلومات في اجمل محاضرتين سمعتهم الدكتوره ياسمين ووراها محاضره الدكتور مصطفى، يعني دول ادونا فكره كامله عن موضوع الالبان. بس انا هرجع بحضراتكم خطوه للخلف كده، واحنا بنتكلم عن الاتش ام اوز او الهيومن ميلك اوليجوساكرايدز هنرجع للتعريف بتاع النيوتريشن. ايه تعريف النيوتريشن؟ نيوتريشن از ذا بروفيجن of all indispensable nutrients، المواد التي لا غنى للجسم عنها، وشرط ان هي تكون in adequate amounts، في كميات مظبوطة. وايه الغرض من عملية النيوتريشن؟ to ensure proper growth، بحيث ان انا اضمن نمو صحيح لهذا الطفل او لهذا الشخص الموجود قدامي، and to maintain various body functions. وعملية النيوتريشن بتشمل كل الفيزيكال رياكشنز والفيسيولوجيك ترانسفورميشنز اللي مسؤولة عن تحويل الغذاء into various body tissues and activity. ورغم أهمية النيوتريشن على مستوى حياة الإنسان كلها، لكن لها أهمية رهيبة جدا عندنا في الأطفال عشان الـ very rapid rate of growth اللي حضراتكم شايفينه. أبص لاقي البرين جروث الكيرف بتاعه طالع زي الطلقة، فيزيكال جروث بسرعة غير عادية، إميونيتي الكيرف طالع زي الصاروخ، كل هذه السرعة من النمو لن تتأتى إلا بالبروبر نيوتريشن from the first moment of life، from the first minute of life by starting the breastfeeding. ولو الطفل ما بياخدش البريست فيدنج يبقى ساعتها حمل كبير جدا على ان اديله، زي ما قالت الدكتوره ياسمين والدكتور مصطفى، ان انا اختار الفورمولا الصحيحه اللي هي تكون اقرب ما يكون للبريست ميلك، بحيث ان انا اضمن الاوبتيمم فيزيكال ومنتال وايميونولوجيكال ديفلوبمنت، واكمل بعد كده بالكومبلمنتري الفيدنج الصحيح، بحيث ان انا في اول سنتين من العمر احصل على طفل سليم هو اللي ببنيه طول العمر. زي ما شايفين حضراتكم فيزيكال جروث سرعه غير عاديه، وزنه بيتضرب في 2 عند سن 4 شهور، بيتضرب في 3 عند سن سنه، بيتضرب في 4 عند سن سنتين، طوله بيزيد 25 سم في السنه الاولى، ودي ما بتحصلش في عمر الانسان مره ثانيه، يزيد 12.5 سم في السنه الثانيه، يجي بعد كده كل سنه مطلوب يزيد 2 3 كيلو، حوالي 3 ل 5 سم،
كل هذه السرعه لابد ليها من البروبر نيوتريشن فروم ذا فيرست مومنت اوف لايف. طب نيجي للبرين اللي ربنا فضل بيه بني ادم، ابص الاقي بيتولد البرين وزنه 400 جرام، عند سن سنه يوصل 800 جرام يتضاعف حجمه، عند سن سنتين يوصل حوالي 1000 جرام، عند سن 5 سنين وصل ل 1300 جرام من التل 1350 اللي بيعيش بيهم البني ادم طول عمره. يبقى اغلب نمو البرين بيحصل فين؟ في السنه الاولى، يزيد 200% في السنه الاولى، وبعد كده يزيد له حوالي 20% في السنه الثانيه، ويفضل طول العمر بيلعب في حوالي 15-20% يزيدهم فيما بعد. ده مش بس زياده في الحجم، ده انا عندي different functions of the brain اللي انا بعيش بيها طول عمري بتنمو وينتهي نموها في السنه الاولى. فزي ما شايفين حضراتكم vision language development optimum development of the cognition بيحصل عند سن، higher cognitive function بتحصل عند سن سنة. كل هذه الوظائف لو أنا ما لحقتش أكتسبها في موعدها في السنة الأولى لن أكتسبها طول عمري فيما بعد. كل هذه الوظائف لازم أبقى حريص على أني أدي النيوتريشن اللي يديني optimum nutrition to the brain عشان أطول كل هذه الفانكشنز. وزي ما شايفين حضراتكم كل الهاير كوجنيتيف فانكشنز اللي هي تشمل الكالكوليشن والبروبلم سولفنج والبلاننج والاستراتيجي والايموشنز والرياكشنز اللي هيعيش بيها والميموري والكونسنتريشن، يبقى كل البني ادم بيتكون في اول سنتين من العمر اللي انا لو ما نجحتش فيهم عمري ما هقدر احصل على هذه الوظائف فيما بعد. ويجي هذا الجراف الخطير اللي طلعه السي دي سي، وهو بيطلعه بيقول لحضرتك تحت خلي بالك ان ده ايكونوميك برسبكتيف، البرين بتاع الطفل الصغير هو ده الاقتصاد اللي انت بتبنيه لهذه البلد، هو ده الاستثمار الحقيقي اللي ممكن تستثمره ويعود عليك بكم من الفوائد لا يمكن في حاجة تانية تصرف وتعود على هذه الفائدة. فيجي يوريك ان الايموشنز والسوشيال اتاشمنت واللوجيك سينكينج والماس والفوكابيولري بيبدا نموهم عند الولاده وينتهي قبل سن 3 سنين. يعني لو ما حصلتش على هذه الوظيفه في اول سنتين من العمر او اول 3 سنين لن تحصل على هذه الوظيفه فيما بعد مهما بذلت من مجهود. ورغم السرعه الرهيبه في النمو اللي انا عمال احكي فيها اللي بتحصل في اول سنتين من العمر، لكن بيحصل سرعه اعلى منها بكتير جدا في اللاست تريمستر. فبص الاقي السرعه في اللاست تريمستر حوالي 3 أضعاف السرعه اللي انا عمال احكي عنها، سواء كان في الفيزيكال جروث زي ما حضراتكم شايفين ان وزنه يضرب في 6، يعني جاست في اللاست تريمستر لوحدها يزيد من 600 جرام يوصل لحوالي 3.5 كيلو. ابص البرين اللي انا عمال احكي ان هو بيزيد 200% في السنه الاولى، لا بيزيد حوالي 300% في اللاست تريمستر. فعندي سرعه اقوى بكتير جدا واكبر بكتير جدا بتحصل في نهايه الحمل، بالاضافه للحاجه الغايه في الاهميه اللي هي الاورجانوجينيسيس اللي بيحصل طول فتره الحمل وتكوين البني ادم بالطريقه الصحيحه، اللي لو حصل اي خلل هيحصل يا اما ستراكشرال ديفكت يا اما فانكشنال ديفكت لا استطيع تعويضه فيما بعد. كل هذه السرعه لن تتاتى الا بالبروبر ماتيرنال نيوتريشن ديورنج بريجنسي، وده اللي جمعتهم ال WHO على بعضهم وسمتهم الفيرست 1000 داي اوف لايف، من اول يوم من اول يوم لحمل الام لحد ما الطفل يكمل سنتين، وسميتها ذا ويندو اوف اوبورتيونيتي، هي طاقه القدر اللي بتفتحها لهذا البني ادم عشان يعيش سليم طول العمر. بتبدا امتى هذه الفتره؟ بتبدا من البريجننسي، بس هو قال لك بري كونسبشنال، لان البنت البوست ادوليسنت الغلبانه دي اول ما تكمل لازم يبقى عندها نيوتريانت ستورز عشان اول ما تحمل الطفل في بطنها يلاقي هذه الستورز موجوده. لازم اخلي بالي من النيوتريشن ديورنج بريجننسي، لازم اخلي بالي من النيوتريشن ان ذا فيرست 6 مانس اوف لايف اكسكلوسيف بريست فيدنج، ولو منع البريست فيدنج لاي سبب يبقى ساعتها لازم تبقى عيني فصيحه جدا واختار كويس جدا اقرب فورمولا تكون موجوده للبريست ميلك واكمل بالبروبر كومبلمنتري فيدنج. ولما جول يونيسيف يشوفوا اسباب الستانتنج اللي عمال ينتشر على مستوى العالم هحط لك الستيتمنت المهمه، وقال لك خلي بالك ان الستانتنج بيبدا امتى؟
preconceptional، يعني في البنت الغلبانة اللي لسه وصلت الأدوليسنس. في the adolescent girl لو هي undernourished أو anemic ده يؤدي إن البنت دي الطفل اللي هتحمل فيه هيبدأ يحصل له stunting. وقال لي خلي بالك من nutritional state of the mother، لأن الأم دي لو undernourished أو overnourished زي ما حضراتكم شايفين هيأثر زي ما الدكتورة ياسمين قالت على البروجرامينج بتاع هذا الطفل، فيؤدي ان الطفل ده يحصل له impaired physical mental development ممكن يصاحبه ابدا الحياه بفيريوس ديجريز. وده السبب الرئيسي اللي خلى عندنا في مصر للاسف ان 17% من حالات الاطفال التقزم موجوده تحت سن 6 شهور، اللي هو لسه الطفل يا دوب بيرضع لكن متقزم، لان التقزم ده ابتدى بدري قوي بان الام اللي موجوده كانت اندر نارشد او انيميك، وده اللي خلى الطفل عرضه للتقزم في سن صغير. نيجي نبص لما يكبر شويه بص الاقي 41% عند سن سنتين. ليه عند سن سنتين؟ لان بروجكت اتعمل في القصر العيني قال لك من اعلى الفترات اللي البني ادم بياكل فيها جانك فودز في مصر للأسف من 18 ل 23 شهر، اللي هو الطفل ما يعرفش يشتري، ما يعرفش أو أن يطلب، لكن ده للأسف بسبب false fixed beliefs في مخ الأمهات، يروحوا مشترين الشيبسي والنايتي والعصير والحاجات اللي أدت للتقزم للأسف في الأطفال بتاعتنا. أول ما الطفل يبقى مالنرشد أو يتقزم irreversible physical and mental damage لهذا الطفل للأسف طول العمر. طب عملية النيوتريشن اللي مهمة اللي عمالين نحكي عنها ايه الغرض منها حضرتك؟ قال لي عشان تقدم لهذا البني آدم النيوتريانس اسينشال فور لايف، اللي هي تنقسم الى قسمين، ماكرو نيوتريانس بروتينز وليبيدز وكربوهيدرات، ودي الغرض منها كله نيو تيشو فورميشن والجروس. مايكرو نيوتريانس فيتامينز ومينرالز وتريس اليمنتس، مطلوب منهم ايه؟ ان هم يشغلوا الميتابوليزم اللي هيعرف يستهلك بيه هذه الماكرو نيوتريانس. حاجتين مهمين سايبينهم، قال لي الدايتري فايبرز اللي احنا هنحكي عنها النهارده والووتر، وتيجي هذه المجموعه المايكرو نيوتريانس والدايتري فايبرز والووتر. نيوتريانس في غاية الأهمية للبني آدم لكن بتديني زيرو كالوريز، ما بتديش أي كالوريز، لكن من غيرها لا يمكن البني آدم أنه يقدر يعيش. نيجي للديفينيشن اوف دايتري فايبرز. الدايتري فايبرز ليه مهمة؟ قال لي ده مش مهمة بس، ده تسابقت كل الجمعيات العالمية عشان خاطر تعرف الدايتري فايبرز نظرا لأهميتها. وزي ما قال أستاذنا الدكتور مصطفى هي حاجات بتعدي undigested، حاجات كربوهيدراتس بتعدي يا إما بولي ساكرايتس يا إما أوليجو ساكرايتس، بتعدي undigested لحد ما يحصل لها فيرمنتيشن وتتغذى عليها البكتيريا اللي موجودة في الانتستين وفي الكولون. وجي الانستيتوت اوف ميديسن والأمريكان أسوشيشن والكودكس ألمنتيريس اللي قالت عليها الدكتورة ياسمين والبريتش سوسايتي، كله بيتسابق على تعريف الدايتري فايبرز. دايتري فايبرز زي ما قلنا كده ان هي بلانت درايفد فود كانوت كومبليتلي بروكن باي ذا هومن، لا بيحصل له دايجيشن ولا بيحصل له ابزوربشن، لكن بيحصل له فيرمنتيشن في الكولون وتستفيد منه البكتيريا اللي هتقوم لي بالعديد من الوظائف. طب تقسيمه الدايتري فايبرز ايه تقسيمتها؟ قال لي يا اما سوليبل يا اما انسوليبل، حاجه بتدوب وحاجه ما تدوبش. السوليبل دايتري فايبرز اللي هي بتبقى موجوده جوه الفوله وموجوده جوه الفاصوليا وموجوده جوه اللوبيا اللي هو الجزء الجواني. القشره اللي بره هي الانسولوبل دايتري فايبرز، سواء كانت اللي موجوده في القمح او العدس او الفول، كل الحاجات اللي زي دي انسولوبل دايتري فايبرز. انسولوبل دايتري فايبرز ايه الغرض منها؟ بتعدي undigested، كل الغرض ان هي absorbing water بحيث ان تعمل لي easy defecation، وبالتالي اللي عنده constipation ينصحوه ان هو ياكل الانسولوبل فايبرز عشان يحل هذا الكونستيبيشن الموجود. طب السولوبل دايتري فايبرز قال لي دي خلي بالك هي دي المهمه جدا، هي اللي بيحصل لها فيرمنتيشن، هي اللي بتتغذى عليها كل هذه الجات مايكروبيوتا وتطلع منها السته الشهيرين الشورت تشين فاتي اسيدز اللي هم اهمهم الاسيتيك والبروبيونيك اسيد والبيوتريك اسيد، وتطلع هذه الشورت تشين فاتي اسيدز هذه المواد
يبقى ساعتها هذه soluble dietary fibers هتاخد تعريف ان هي prebiotic، هي اللي هتتغذى عليها الجات مايكروبيوتا بحيث ان هي تنمو وتتكاثر وتطلع هذه الشورت تشين فاتي اسيدز. وزي ما مكتوب عندنا كده ان هي من ضمن وظائف هذه soluble dietary fibers delaying الجاستريك امتنج، فتفضل متصدره في المعده وقت طويل ويحصل لها fermentation فيحصل فولنس ويحصل جاز فورميشن من وجود هذه السولوبل دايتري فايبرز. ودي السبب الرئيسي اللي بتخلي الواحد داخل على سندوتش الفول الصبحية مشرق ومبتسم وزي الفل، يروح ضارب طبق الفول تروح الدنيا مظلمة زي كده، يحصل له منتال بلوك بعد ما يأكل طبق الفول لأنه تصدر في معدته، يفضل مشبعه النهار كله تفضل الدنيا مظلمة معاه، فتبص تلاقيه بيعبر ميدان التحرير غير عابئ ولا غير مكترس بالميكروباصات والأتوبيسات، وتلاقي الجلابية طايرة حتى لو يوم حر زي النهاردة، لأن زي ما قلنا الجازس اندوجينس، مش شرط أن يكون في ريح بتطير الجلابية لكن هو بيسير بالدفع الذاتي من الجازس الموجودة. طب إيه هي البريبيوتيك؟ اديني التعريف بتاعها. أشهر واحد زي ما قال الدكتور مصطفى عليه دلوقتي اللي هو جيبسون، كان مشغول جدا بموضوع البريبيوتكس، فجيبسون حط الديفينيشن أول حاجة سنة 95 وقال إن هي حاجات نون دايجستبل فود انجريدينتس بينيفيشيالي افكت الهوست باي انهانسينج جروس اوف انتستاينال مايكروبيوت. جي جيبسون في سنة 2005 2007 غير التعريف ده، لأن ليه اللاكتوز دايجستبل لكن لما يزيد لي بريبيوتك افكت، وفي نفس الوقت قال لك ده هي مش بس تنمو ده هي تغير النمو بحيث تو انهانس الجروث اوف بينيفيشال، وفي نفس الوقت تتبطط شويه الباثوجينيك بكتيريا فهي مش جروث لوحده، فغير التعريف قال سيلكتيفلي فيرمنتد انجريدينتس، اي حاجه بقى دايجستبل او نون دايجستبل لكن يحصل لها فيرمنتيشن اند الاو سبيسيفيك تشينجز، يبقى مش الاو الجروث ان يحصل تغير في الجات مايكروبيوتا بحيث ان البنيفيشيال تزيد والباثوجينيك تقل عندنا شويه. وجيبسون فضل مشغول بالموضوع ده لحد سنه 2017 مع الانترناشونال سوسايتي اوف بري اند بروبايوتكس اللي قال عليه الدكتور مصطفى، وراح قسم كل الحاجات اللي بتدخل بطن البني ادم الى بريبايوتك ونون بريبايوتك، وحط هنا الكربوهيدرات مع ده والبروتينز والفاتس مع ده، انتيبايوتكس اكتر حاجه تموت هذه البريبايوتك فنون بريبايوتك، البروبايوتكس لا تحسب طالما هي حيه لا تحسب تبع البريبايوتكس. فقسمها هذه التقسيمه وجي شهد شهاده قويه لشركه دانون وقال ان اكتر حاجه استضد از بريبايوتك فعلا كان المخلوط بتاع الجوس والفوس بنسبه 9:1 اللي هو كان ليهم براءه الاختراع في هذا الموضوع، وقال ده اكتر حاجه استضد از بريبايوتك واكتر حاجه ادتني افكت ستيمولييتنج الديفلوبمنت اوف بيفيدو بكتيريا، بيحسن الكونسيستنسي اوف ستول، يقلل عدد الباثوجينيك بكتيريا، ليه جود امباكت على ديكريزنج سواء كان الانفلاميشنز والانفكشنز اللي بتحصل في الجي اي او الانفكشنز اللي بتحصل اكسترا جي اي زي الريسبيراتوري سيستم. وجي استاذي العزيز راح اهداني هذا الكونسنسس اللي كان شقي فيه وتعب فيه جيبسون بس للاسف ما اتكتبش فيه، ولسه بقول للدكتوره ياسمين غالبا توفى قبل ما يطلع هذا الديفينيشن، وعرفوا البريبايوتكس ان هي اي ماده تدخل الجسم اي سبستريت تتغذى عليه الجات مايكروبيوتا ويؤدي الى تغيير في الجات فلورا بحيث ان يحصل لي ما يسمى بالايوبايوزس. ايه هو الايوبايوزس؟ ايكوليبريم بين البنيفيشيال والهارمفول بكتيريا. وجي ربنا سبحانه وتعالى في الغذاء المقدس الغذاء الملكي الدم الابيض زي ما قالت الدكتورة ياسمين اللي هو الوحيد في الدنيا اللي بياخد 10/10 في تغذية الطفل، راح اهتم المولى سبحانه وتعالى بانه يحط في هذا الايديال فود كمية من هذه الفايبرز، كمية من هذه الهيومن ميلك اوليجوساكرايدز، ده مش كمية وبس، ده هي ثالث اكبر مكون اعلى من كمية البروتين اللي موجودة في لبن الام. بص الاقي اعلى حاجة اللاكتوز بعديه الفات بعديه الهيومن ميلك اوليجوساكرايدز اللي هي اكتر من البروتين بشوية، تعدي هذه الهيومن ميلك اوليجوساكرايدز تتغذى عليها هذه الملايين من الجات فلورا اللي موجودة، يبقى البكتيريا الحية اللي موجودة في الانتستين اسمها جات مايكروبيوتا، لما اجي ابلعها انا من بره يبقى اسمها بروبايوتكس، يبقى في اختلاف دي عندي.
فتتغذى عليها الميكروبيوتا اللي قال لنا الدكتور مصطفى دلوقتي 10 أضعاف عدد خلايا الإنسان، تزد في الإنسان السليم من حوالي كيلو لاتنين كيلو موجودة فيها، عشان كده بيسموها The Hidden Organ. حجمها صغير قوي، لكن لو حطينا اللي موجودين في بني آدم واحد جنب بعضهم يلفوا الكرة الأرضية مرتين ونص زي ما موجود عند حضراتكم، عدد الجينز اللي موجود في هذه الميكروبيوتا 150 ضعف اللي موجود في جسم الإنسان. 90% من الأمراض اللي بتيجي للإنسان بيقولوا due to imbalance between gut microbiota هي اللي بتتسبب في هذه الأمراض. benefits رهيبة تحصل لي من أول الدايجيشن لحد الفيتامينز B12 والفوليت والفيتامين كي، مالهمش مصدر تاني غير الجات مايكروبيوت. ميتابوليزم، الاميونيتي بتاعت الجات، السيستميك اميونيتي، وكل ده بينعكس على البرين فانكشن بتاعت الطفل فيما بعد، وهقول حالا ليه. واي حاجة من الحاجات اللي هقولها، المود اوف ديليفري، النيوتريشن ان ذا فيرست تو ييرز اوف لايف، الانتيبيوتيك يوز، دول اكتر حاجات بتغير لي في هذه الفلورا فتغير في تركيب الانسان طول العمر فيما بعد، وخاصه لو حصلت هذه التغيرات في اول 1000 يوم من العمر. وزي ما موجود في هذه البيبر ان هذه الجات مايكروبيوتا وانس استابليشد في السن الصغير بتفضل بهذا الاستابليشمنت وهذه الكوانتيتيز وهذه الريشيو طول العمر، ويصعب تغييرها جدا فيما بعد. لو نامت بطريقه سليمه تعيش طول عمرها بروتكتنج اجينست الباثوجين، وتحمي الجات من الانفلاميشنز فما يحصلش الانفلاماتوري باول ديزيز، وتحمي الجات والاكسترا جات من الانفكشنز فتقلل سواء الجاسترونترايتس او الريسبيراتوري ديزيز او اليورينري تراكت انفكشن. طب لو نامت بطريقه غير صحيحه ابص الاقي الانسان ده عرضه للانفكشن والميتابوليك ديزيزز والانفلاميشنز فيما بعد. طب ايه انواعها اللي موجوده، ايه انواع الجات مايكروبيوتا؟ قال لي يا اما بينيفيشيال على طول زي اللاكتوباسيلاي والبيفيدوبكتيريا، يا اما هارمفول زي الكولستريديا والستافيلوكوكاي، يا اما بوتنشيالي هارمفول زي الايكولاي والبكتيرويدز، وكلهم مهم. طب اديني اهميه كده للهارمفول. تخيل الهارمفول دي من اهم الحاجات في منع الاوبيسيتي، منع ان يحصل اوبيسيتي نتيجه وجود هذه الهارمفول بكتيريا، وفيري بوتنت ان هي تكل انذر باثوجينيك بكتيريا، فهي قاعده مش قاعده كده وبس الباثوجينيك، لا ليها شغل، بتقلل الميوكاس لاير اللي عماله تفرزها الانتستين. فكل دي فوائد ما خدهاش غير من الباثوجينيك بكتيريا اللي هشوف حالا ان هي لازم في الهيلسي انفانت او في الهيلسي ادلت لازم الاقي الباثوجينيك بكتيريا موجوده بالعلامه الحمراء. طب لو انا عايز اموت هذه الباثوجينيك بكتيريا، قال لي تخيل المجرمين بتوع البيطري عملوا هذا الموضوع وبيستخدموا القصه دي في تسمين الحيوانات. تخيل لو انا اديت الحيوان انتيبيوتكس تموت الباثوجينيك بكتيريا، فيبدا في الانسان يحصل اوبيسيتي او في الحيوان، وده سبب اساسي من الاوبيسيتي اللي موجوده وبدات تزيد على مستوى العالم. طيب هل ربنا حط البريبيوتكس لوحدها؟ قال لي لا، ده حط البريبيوتكس وحط معها البكتيريا النافعة تنزل في لبن الأم اللي هي البروبيوتكس اللي قال عليها الدكتور مصطفى، فينزل في البريست ميلك الحاجتين مع بعض. البروبيوتكس زي ما قلت إيه هي؟ اللي هي الليفنج أورجانيزم لما أخده من برة. طب الليفنج أورجانيزم تزرع في الانتستين يتحول اسمه إلى إيه يا جماعة؟ انتستينال مايكروبيوتا. يبقى خدته من برة بروبيوتك، اتزرع هنا يبقى انتستينال مايكروبيوتا، يبقى شرطها ان يكون ليفنج مايكرو اورجانيزم. طب اديت الحاجتين مع بعض زي البريست، اديت البريبيوتكس مع البروبيوتكس، يبقى اسمهم سيمبيوتكس اللي هو الميكشر اوف بري اند بروبيوتكس. البوست بيوتكس حكينا عليها الدكتور مصطفى، يبقى البريست ميلك اداني اكتر من 200 نوع من الهيومن ميلك اوليجوساكرايدز اللي هم البروبيوتكس، أكثر من 500 نوع من البكتيريا بينزلوا لهذا الطفل في لبن الأم، يبقى اداني البروبيوتكس. تيجي البروبيوتكس البكتيريا اللي هي قعدت في الانتستين وباسمها فلورا تتغذى على البريبيوتكس، تطلع 6 شورت تشين فاتي أسيدز لهم أهمية غير عادية في تغذية الكولونيك إبيثيليال سيلز، في أنتي إنفلاماتوري ريسبونس فيمنعوا حدوث الإنفلاماتوري باول ديزيز، داون ريجوليشن اوف انفلاميشن. وتخيل من اهم علاجات الانفلاماتوري باول ديزيز ان اللي يدوا بيوتيريك اسيد انيما واحد من هذه الشورت تشين فاتي اسيدز، والوظيفه المهمه جدا الانتجريتي اوف جات بارير، بحيث ان هذه الاماتيور جات
اللي بتبقى موجودة في الديزيز في الانفنت وموجودة في الأكيوت إلنس اللي اسمها ليكي جات سندروم. الليكي جات سندروم أو الإماتيور انتستين اللي موجودة في الطفل الصغير، جابس بتوين الانتستينال إبيثيليال سيلز تعدي منها الباسوجينز ويعدي منها الفورين بروتينز فتؤدي إلى حدوث الفود ألرجي. لكن وظيفة البريبيوتكس، وظيفة الهيومن ميلك أوليغوساكرايدز، إن هي الأسمنت اللي يقفل لي هذه الخلايا جنب بعضها فيمنع عبور الباسوجينز والألرجينيك بروتينز تو ذا سيستميك سيركوليشن ويكون لي ميوكاس لاير. بص حضرتك اللي بياخد الاتش ام اوز وده اللي ما بياخدش الام اوز اتش ام اوز، فاللي بياخد الفايبرز عنده فيري ثيك ميوكاس لاير تمنع الباسوجينيك بكتيريا ان هي توصل للانتستينال ابيثيليال سيلز. فيجي هذا العدد المهول من الفلورا اللي هو 100 تريليون موجود ملامس لمساحة سطح كبيرة من الانتستين 400 متر مربع قد ملعبين بالضبط من ملاعب التنس. يجي هذا العدد ملامس لهذا الجزء اللي هو موجود فيه 70% of the immune system عن طريق اللي هي الجات اسوشيتد لمفويد تيشو، موجود فيه 100 مليون نيرون of enteric nervous plexus. يروح هذا العدد من البكتيريا مديني فوائد غير عادية سواء كانت للإميون سيستم أو سواء كانت للبرين عن طريق أكسس very important اسمه gut microbiota brain access. كل ما كانت الميكروبيوتا optimum كل ما انعكست عن النيورو ترانسميتر والسترس والمود والبيهيفيور بتاع البرين تديني optimum brain function. تنعكس الoptimum brain function على الموتيليتي والسكريشن والنيوترينت ديليفري والبالانس اوف ذيس مايكروبايوتا، فيبقى اكسس عكسي موجود يؤدي الى اوبتيمم برين ديفلوبمنت جاست ان انا اديت الجود نيوتريشن لهذا الطفل وعملت اوبتيمم جات مايكروبايوتا اند اوبتيمم انستنال بارير. وده اللي تسابقت شركات الالبان عليه عشان تقرب خطوه زياده من لبن الام وتسمي لبنها بريميوم فورمولا، فضافت عليه كل هذه الحاجات اللي تخليه بريميوم وكان من اهمهم الهيومن ميلك اوليغوساكرايدز. الدكتوره ياسمين حكت على الفات والال سي بوفا والفيتامينز والنيوكليوتايدز، لكن الهيومن ميلك اوليغوساكرايدز لا زال لها القوه الكبيره في حمايه الاميون سيستم والبرين ديفلوبمنت لان هي المسؤوله عن هذا الاكسس المهم اللي انا قلت عليه. حكت الدكتوره ياسمين والدكتور مصطفى اهميه الهيومن ميلك اوليغوساكرايدز ظهرت من بعد اكتشاف اللاكتوباسيلاي والبروبايوتكس سنة 1900، وزي ما قال أستاذنا الدكتور مصطفى أن حصل عدد رهيب من الديثس في الأولاد الصغيرة ولقيوا اختلاف في لبن في الأطفال اللي بتاخد الهيومن ميلك عن اللي بياخدوا الفورمولا، وكان الخلاف ده due to difference في الكربوهيدرات فراكشن. ما كانوش عارفين ايه الموضوع لحد ما جه كريكا سنة 1930 وعمل اكتشف أول HMO اللي هو الجاينولاكتوز في ميه، فاكتشف الجاينولاكتوز سنة 1930 وبعدها توالت الأبحاث على الاتش ام اوز لحد ما زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي لما تعمل سيرش تلاقي حوالي أكتر من مليون بحث على الاتش ام اوز. وبالتالي الاتش ام اوز ليست بالشيء الجديد، هي وجه جديد لعملة قديمة كانت موجودة زي ما طلعت العشرة جنيه الجديدة ودي القديمة والربع اللي كان مخروم وكان في حاجة مخرومة صغيرة تاني اللي هي دي كام دي؟ كام يا بيه المخروم الصغير ده؟ ده قرش ده مليم أعتقد اللي كان مخروم المليم أنا ما حضرتوش يعني. مية مية بدأت الهيومن ميلك أوليغوساكرايدز أو البريبايوتكس بالخلطة اللي قلنا عليها الجص والفص، والجوس والفص كان من أول الشركات اللي اكتشفتها في نسبة 9:1 دانون، قابلت بلاء حسنا في decreasing intestinal infections والextra intestinal infections وأدت إلى distribution of gut microbiota في الكولون similar للي عمله البريست ميلك، رغم أن البريست ميلك مش موجود فيه لكن similar للبريست ميلك أدى هذه الخلطة أن ادتني gut microbiota قريبة من اللي بيعمله البريست ميلك. وراحت أبحاث كتيرة طبعاً
Early administration of Gossofos prevents intestinal infection. زي ما شايفين حضراتكم الدايريا بتقل والرسبيراتوري تراكت انفكشن بيقل، ونتيجه الفورميشن اوف جات بارير لقيوا ان نسبه الالرجي برضو بتقل في الطفل اللي خد جوسوفوس بدري شويه. وكتير جدا من الجمعيات الاوروبيه والامريكيه كتبت عن هذا الموضوع، لكن زي ما قال الامام علي دايما ناهمان لا يشبعان، طالب مال وطالب علم. ابتدى العلم والدراسات يزيد تاني زيادة لحد ما تطور من الجوس والفوس اللي هي سينسيتك الى الهيومن ميلك اوليجوساكارايدز اللي هي استطاعت ان هي تغطي عدد اكبر من الباثوجينيك بكتيريا ان هي تقتلها، وفي نفس الوقت تزود البيفيدو بكتيريا. وزي ما اتطورت الحاجة الساعة بالظبط، اتطورت الجوس والفوس لحد ما طلع الاتش ام اوز اللي موجودة. ايه هي الهيومن ميلك اوليجوساكارايدز؟ قال لك 5 مونوساكارايدز يطلع منهم اللي اكتر من الـ200، جلوكوز وجلوكوز وان استايل جلوكوز جلوكوزامين والفيوكوز والاخران اللي هو الان استايل نيورامينيك اسيد. دول الخمسه دول يتوزعوا يطلع منهم الـ200 مركب بتوع الهيومن ميلك اوليجوساكارايدز. طب هو مهم في الانسان؟ قال لي اول ما تشوف المقارنه دي تعرف انه مهم ولا لا. تبص في الهيومن ميلك اكتر من 200 نوع، في البوفاين هم 40. الكونسنتريشن بتاعه عالي جدا في الهيومن ميلك وقليل جدا في البوفاين ميلك، وعالي جدا في الكولوستروم عن اللي موجود في الماتيور ميلك، يبقى بالتالي ليه ريفليكشن قوي على الاميونيتي وفي نفس الوقت على البرين ديفلوبمنت بتاع الطفل. دي كله مختصر الهيومن ميلك اوليجوساكارايدز اللي احنا قلناه. الاتش ام او زي ما حضراتكم شايفين بتساعدني ان يحصل شيفت من الانترا يوتراين باترن اوف جات مايكروبايوتا الى الاكسترا يوتراين باترن اللي احنا شايفينه، بتساعدني في نمو الجات مايكروبايوتا وخاصه البنفيشيال اللي هم البيفيدو بكتيريا. بتعمل لي ميكانيزم مهم جدا اسمه ديكوي ميكانيزم. ايه ديكوي ميكانيزم؟ اللي هو انتي خيال المئات ميكانيزم. خيال المئات بيطرد الطيور، لكن الديكوي بحطه يروح يتلم البط فالراجل يصيدهم بسهولة. فده اللي بتعمله الهيومن ميلك اوليجوساكارايدز، ان هي الريسبتورز اللي فيها شبه الريسبتورز اللي في الانتستين، فتتلافى كل الباثوجينيك بكتيريا وتنزل بيها في الستول. وزي ما شايفين حضراتكم الاوليجوساكارايدز زي ما قلنا بتقلل الريسبيراتوري، بتقلل الدايريال ديزيزز، بتقلل الانفلاميشنز وعرضة البني ادم ان يحصل له انفلاماتوري باول ديزيز فيما بعد. وفي نفس الوقت الدراسات كلها تمت على التو اف ال، قالت التو اف ال بيقلل الانفلاميشن والانفكشنز، لكن الثري جي ال برضه اللي معانا في المنتج النهارده من ضمن الحاجات اللي فيري بوتنت ان ديكريزنج، سواء كان الانفلاميشن زي ما حضراتكم شايفين او البيبر القويه اللي وراها اللي بيقول لك ان هو بوتنشيتنج الافكت. الثري جي ال من الحاجات الانهانسنج او بوتنشيتنج الافكت اوف سام فاكسينز زي الانفلونزا فاكسين. وحطوا توكسين من اشد التوكسينز اللي هو الديوكسي نيفاتينول، ده من اشد التوكسينز اللي موجوده، ووجدوا ان 3 جي ال نجحت تو الفييت تو ديكريز الايفكت اوف ذيس توكسينز اون ذا انتستين. وزي ما شايفين حضراتكم لما اتجمعوا الاثنين على بعض زي ما قال استاذنا الدكتور مصطفى الجوس والفص 9:1 مع 3 جي ال بوتنشيتنج الايفكت for more beneficial gut microbiota, for more decrease في الانفكشن, more decrease في الانفلاميشن. طب لما يكبر الطفل هل مش محتاج هذه البريبايوتكس؟ في هذا الاب والام لما يكبروا مش محتاجين البريبايوتكس؟ قال لك لا محتاجينها طول العمر طبعا، بس بحصل عليها منين؟ قال الاكلات بتاعتنا. انا فاضل لي 5 دقائق، هي نص ساعه وحاسبها بالظبط، اللي هو زي القمح والفول والعدس، وتديني نفس الايفكت. حاجة لازم نعلم ولادنا لايف ستايل 5-2-1-0، 5 فروتس بير داي، ما يزيدش ابدا عن 2 سكرين، ساعة رياضة يبدأها من أول سنة في العمر، زيرو شوجري بيفريجز، فيري هيلثي لايف ستايل أعلمه لأولادنا من هم صغيرين، أعلمهم الفود بيراميد وأعرف إن الفايبرز ليها ريكوايرمنت زي أي حاجة في الدنيا اللي هو يساوي الإيج زائد 5، يطلع لي كمية الجرامز أوف فايبرز اللي أنا محتاجها. طب هل الكبير عشان ياخد هذه اليومن ميلك اوليجوساكارايدز محتاج انه يشرب اللبن بتاع بلاك؟ قال لي لا اطلاقا، ده موجود في الاكلات العاديه وخاصه الباميه والبيت روتس والكولونسوا. انا مش عارف ايه الكولونسوا، بس الباميه والبيت روتس كلاهما غني جدا بالهيومن ميلك اوليجوساكارايدز.
وزي ما شايفين حضراتكم أدوية طلعت تحتوي على هذه الهيومن ميلك أوليغوساكرايدز بتستخدم في الإريتابل باول سيندروم وفي السيلياك ديزيز عشان تو اوبتمايز البنفيشيال جات مايكروبايوت. وعشان الدكتورة سميرة ما تزعلش مني وصلت للتيك هوم مسج يا دكتورة سميرة حالا اهو. أوليغوساكرايدز هيومن ميلك أوليغوساكرايدز لها وظائف زي ما قال الدكتور مصطفى بتزود التي هيلبر 1 فتحافظ لي على مور فايتنج للانفكشن واقل ان يحصل لي الرجي وازمه. النيت اميون سيستم جات ميوتيشنز جات ماتوريشن بحيث ان تديني انتستاينال بارير بتاثر على الجين اكسبريشن فممكن تغير الفينوتايب بتاع هذا البني ادم نتيجه تغيير الجين اكسبريشنز ودي قصه كامله لوحدها. انتي انفلاماتوري افكت بري بايوتيك افكت انتي ادهيزف فتقلل الجاسترونترايس والتشست انفكشنز وكل ده بينعكس في الاخر على البرين ديفلوبمنت بتاع هذا الطفل. احنا الدكاتره اوف ذا فيوتشر اللي تنبأ بينا توماس اديسون من حوالي 50 سنة وقال ان الدكتور اوف ذا فيوتشر ويل نو لونجر تريت هيومن ويز دراجز لكن المفروض تو تريت اند تو بريفنت ديزيزز باي نيوتريشن. وتخلي بالك من الفيرست 1000 اوف لايف لان هي دي الكي ويندو اوف اوبورتيونيتي اللي هتفتحها لهذا البني ادم طول عمره. خلي بالك من الماتيرنال نيوتريشن ديورنج بريجنسي. خلي بالك حفز على قد ما تقدر البريست فيدنج. لو طفل مالوش نصيب يبقى ساعتها وانت بتختار الفورمولا لازم يبقى عينك على اقرب فورمولا موجوده للبريست ميلك في كل مكوناتها وخاصة الموضوع اللي اتكلمنا عليه الاتش ام اوز والدكتورة ياسمين اتكلمت على موضوع الفاتسي بقى تدي اقرب حاجة بحيث انك تاخد الماكسيمم بينيفيتس. خلي بالك من الكومبلمنتري فيدنج بتاع هذا الطفل. افتكر دايما مقولة إيلي ميتشينيكوف اول واحد اكتشف الجات مايكروبايوتا قال هذه المقولة ان الماجوريتي اوف ديزيزز بيجن ان ذا دايجستيف سيستم وين جود بكتيريا كان نوت or normal able to control bad bacteria. كل الامراض بتحصل لما الجود بكتيريا ما تقدرش تتصرف مع الباد بكتيريا. واوعى تنسى ان الفيرست 1000 day of life starting from the first day of pregnancy till the second child birthday is the actual foundation هي الفرصه الحقيقيه لحصول على بني ادم سليم طول عمره لان الفيرست 1000 day nutrition now is the right start اللي هينتج عن هذه ال right start bright future and thank you. شكرا دكتور أسامة العشير for this valuable knowledge and now Professor ياسمين جمال عين شمس University the talk will be new era of iron therapy. شكرا هيك.